كريم، هسألك على احمد عاطف، مهاجم فيوتشر بيقدم مستوى مميز جدا من السنه اللي فاتت، بيقدم مستوى مميز جدا، عايزك تكلمني عنه شويه، رايك فيه في امكانياته. لعيب اعتقد من نفس الستايل بتاع محمد شريف، مش مهاجم كلاسيكي، بيقدر ينزل بره منطقه الجزاء بشكل كويس، بيقدر كمان يستلم، عمليه التسلم والتسليم عنده كويسه جدا جدا جدا، بيستلم كمان تحت ضغط، بيقدر كمان يعني يحط نفسه مع اخر مدافع بشكل كويس. الكره بتاعت الهدف الاول ربما من الوهله الاولى ربما تتوقع ان هي تسلل، لكن هو فعلا كان ذكي جدا ان هو حط رجله مع اخر رجل لمحمود علاء، طبعا كان خطا فادح من محمود علاء في التغطيه. لعيب سريع، وانس انه بيحط الكوره قدامه والمدافع بيعرف يحجز ازاي النهارده يقدر ينطلق بالكوره. نوعيه المهاجمين دي في وجهه نظري هم اللي عندهم مساحه لعب كتير دلوقتي، وشوفنا مثلا الفرق في النادي الاهلي ما بين محمد شريف وحسام حسن، دي النقطه اللي لازم يعني المهاجمين الكلاسيكيين يفهموها، ان انت طول ما انت بتلعب داخل البوكس في الكره الحديثه صعب، يعني صعب، ما فيش حد النهارده هيلعب 4 4 2 فلات، ما حدش هيلعب 3 5 2 فلات، يعني باثنين رؤوس حربه، ما حدش هيلعب الكلام ده خالص. النهارده انت عايز راس حربه وحيد ينزل نص، لازم ينزل نص ملعب، ان انت لو المهاجم ده فضل جوه منطقه الجزاء ما بيخرجش ما بيلعبش مع وسط الملعب، خلاص شكرا، ما فيش هنا جماعيه في الاداء. وبالتالي اعتقد ده الموضوع ده بنتكلم فيه من ايام مروان محسن مع حسام البدري في 2017. فانا شايف احمد عاطف النهارده قدم مباراه مميزه، واعتقد هو من نوعيه اللعيبه اللي باستمراريه التجارب مع النادي فيوتشر اعتقد هيبقى له مكانه ربما في المنتخب في وقت قريب. هسالك على احمد عاطف برضه، مهاجم مميز جدا، وبشوف ان هو عنده ميزه كمان ان هو بيتحرك في ظهر مدافعين كويس قوي، يعني النهارده هو كل خطورته في الكور اللي هي لما هو اولا عنده سرعات، ولو تفتكر برده الهدف اللي هو كان اللي دخل في فيوتشر جابه في النادي الاهلي هو كان مشارك فيه، عنده الحته دي بتتعمل كويس جدا، اللونج باس بيتعمل له او التمريره البينيه لما بتتعمل له في مساحه بيقدر ان هو يتحرك في ظهر المدافعين وبيروح على الجول. مع الوقت محتاج خبرات، ومع الوقت وخصوصا ان هو معاه مدرب متميز جدا كابتن علي ماهر، شوف ان هو يطوره في الحته دي، هو على الجول لو اشتغل بشكل احسن من كده، تخيل ان انت عندك بوتنشال مهاجم كويس جدا لمنتخب مصر.